تعالوا نجرب صاحب الدعاية الأولى في المترو، مترو الأنفاق، التيك تاك. طبعا اللي مركبش مترو ما يعرفش عن ايه تيك تاك، او ممكن يكون بيتباع في محلات والله اعلم برضه، لما انا ما شفتوش في محلات خالص، هو موجود في المترو فقط. تركب يا باشا المترو من هنا تلاقي بقى يلا التيك تاك، يلا التيك تاك ب 5 جنيه، مش منتهى الصلاحيه، يلا وتجيبه بقى. فانا قلت ايه اجربه، انا مش من النوع اللي انا بجيب الحاجات من المترو يعني، اللي هو الحاجات اللي بتتباع في المترو الكلام ده مش من نوعنا يعني ده. ولكن في كذا حد كتير جدا جدا قالوا لي لا جرب التيك تاك ده لان طعمه جامد جدا جدا، وهو سعره 5 جنيه، وهو عباره عن سوداني متغطي شوكولاته وفي جوه 50 واحده، ولكن احنا مش هنعده يعني، او هنعده. مش انتوا قايلين 50؟ خايفين ليه؟ ما نعد بقى. ماشي يا زميلي نفتحه كده ونجربه ونشوف. ده اول مره اجربه معاكم صراحه، ده ما جربتوش قبل كده يعني، ولكن في ناس كتيره جدا جدا قالت عليه ريفيو حلو قوي يعني مقارنه باللي هو 5 جنيه. دي شكل الحبايه، شوكولاتايه وجواها سوداني او سوداني متغطيه شوكولاتايه، مش هتفرق يعني. بسم الله. هل هم فعلا بقى 50 واحده ولا ايه؟ انا عايز اعدهم والله. طبعا مفيش رد فعل خالص لان هو سوداني عادي خالص متغطي بشوكولاته عادي خالص، مش حاجه واو يا لهوي مش قادر استحمل وكل مره هجيبه وكام ده، ولكن هو حلو جدا جدا على فكره. فكره انت مثلا في جامعه حلوان، رايح عين شمس، رايح المرج، رايح الخط الجديد، رايح اي حته ولقيته قدامك ممكن تجيبه جاي تتسلى فيه لانه طعمه حلو يعني. مش هقول لك واو جدا جدا، ولكن على 5 جنيه حلو جدا جدا، اللي هو شوكولاته متغطيه او سوداني متغطي بشوكولاته طعمه حلو جدا يعني. كام من 10؟ ممكن اديله 7 من 10 لزوم التسليه بس كده في المترو الكلام ده، ويعني ينفع مثلا في شويه فيديوهات وكده يعني، لا ينفع جدا جدا ب5 جنيه والكميه كتير جدا جدا يعني. 7 من 10 حلو قوي قوي عليه. ودي بقى سلسله جديده بنجرب فيها حاجات جديده كده، بنجرب فيها ايس كوفي تيك تاك كده يعني. لو عندك اي منتج عايز تجربه اكتب لي تحت في الكومنت ونجيبه ونعمل عليه فيديو ونديله تقييم بقى كده يا باشا حلو كده بقى، ونجرب وانتم تجربوا وتشوفوا حاجات جميله وحلويات وطعميات وكده يعني. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل عيد ميلادي. طبعا انت مش عارف طبعا عيد ميلادي امتى، ادخل يا باشا على الانستجرام وشوف عيد ميلادي امتى ودور كده يا باشا وقول لي بقى. وعلى فكره انا اكتف جدا جدا على الانستجرام، وبنعمل هناك دلوقتي ميني فلوجز ريلز بقى كده والكلام ده يعني، هيعجبك جدا جدا الجو الاسري اللي هناك يعني. وكالعاده دوسا كوتش، سلام عليكم.